التوابل والأعشاب معروفة إنه فيها مواد مضادة للتأكسد، يعني بتحمينا ضد الكانسر. وقت نقول توابل وأعشاب رح نقول توم، منقول رنفول، زنجبيل، جينجر، منقول سينامون، كل هدول الأنواع قد ما فينا نزيدها بأكلنا لأنه بتساعدنا لمحاربة حيالة نوع مرض بجسمنا. ولكن دايما نركز على الأنواع الفريش، لأنه لما تكون مصنعة بتخف هالكمية بقلبها. يعني مثلاً لما نحن منتناول الثوم الفريش هيدا فيه تقريباً مرة ونص أكتر من المواد المضادة للتأكسد مقارنة بالثوم اللي بيجي بودرة ومصنعة.